عبارة عن جمع الطلبة من أصحاب الهمم، من الذين يريدون إكمال تعليمهم الدراسي في التعليم العالي في الجامعات تحت سقف فصل دراسي واحد، مجهز بأحدث الطرق، بأحدث الوسائل التكنولوجية، وسائل تعليمية حديثة، وسائل تعليمية حديثة تكنولوجية تحت سقف واحد، اهتمام بهؤلاء الطلبة، إعطائهم المادة العلمية برعاية الجامعة، بوجود مترجم بلغة الإشارة لهؤلاء الطلبة. شو الأهداف دكتور؟ أهداف هالمبادرة بشكل خاص؟ هذه المبادرة أهدافها أكثر من شيء. الشيء الأول هو الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع المهمة، والعمل على إعطائهم التحصيل العلمي الذي يحتاجونه، في نهاية المطاف تخريجهم، تسليحهم بالشهادات العلمية التي يمكن